عندنا سنة 1907 كان المنطقة الأوروبية نضبت من ثرواتها جراء الثورة الصناعية والقصة دي. كان في رئيس وزراء لبريطانيا كان رئيس حزب الأحرار اسمه كامبل بينرمان، فكر في حاجة ظريفة قوي، قال لي كان عايز أحط في المنطقة دي فيروس يبقى بريدج أو كوبري ليا لمصلحتي كإمبراطورية بريطانية قبل الحرب، ويستنزف لي المنطقة بتاعت الشرق العربي في التوقيت ده اسمها الشرق العربي. وكان الفيروس عبارة عن إيه؟ كان الفيروس عبارة عن دولة إسرائيل اللي كان من 1980 بينادوا بيها إن وطن بلا شعب وشعب بلا وطن، وتطور الأمر إلى 1997 اللي هو مؤتمر بال. خلاص؟ يبقى هنا حط الفيروس. جه أسس بقى ما هو أخطر. طلع بقناتين، قناة على تركيا ودي خليها على جنب، وقناة على مصر. القناة اللي على مصر دي عبارة عن طيار سياسي بيتوشح بيه الرداء الإسلامي أو الديني، وبالتالي كان رايح على ما يسمى في التوقيت ده المعممين اللي هم المشايخ. هنا ما فلحوش معاه. كان في التوقيت ده حسن البنا عنده سنة، هو مواليد من 1906، كان عنده سنة. فكانوا قاعدين محتارين ينشئوا ازاي طيار شبابي متشدد، ايوه، يقوم بالحته دي، يبقى اسلامي شكلا وموضوعا هو تابع ليهم، لغايه ما حسن البنا ظهر بعد الاعداديه بتمرده على والده وجده، كانوا اتنين عظماء وناس دينيين ومحترمين جدا ولكن مهنيين، واحد مزارع والتاني ساعاتي، هو مش عايز يبقى كده، له اطماع. المهم اتجند حسن البنا في الإسماعيلية على إيد المخابرات الإنجليزية. أصبح النهاردة عشان نمشي سريع، حصلت الاستراتيجية إن الفيروس ده يكبر عشان مصلحة الغرب. أما جاء بعد سنة 45 واتنقلت المسألة للولايات المتحدة الأمريكية، بدأ يبقى ليها نظام. إسرائيل بدأت تكبر، وحطوا ثلاث أسس، محاور أساسية شغالة للنهاردة. تقسيم المنطقة وتفتيت المفتت ثم استنزاف ثرواتها بما فيه الجغرافية. آخر بند تكبير وتعظيم وتأمين دولة إسرائيل بتاعته. في التوقيت ده كانت أمريكا بتخطط وإسرائيل تتبع. النهاردة العكس بيحصل. إسرائيل بتخطط وتفرض ومن خلال الإيباك وملكها للاقتصاد الأمريكاني، وتدرب ما أصبحوا اسمهم، في الأول كانوا اسمهم الإخوة على النمط الماسوني، ثم الإخوة المسلمين برضو نمط ماسوني. حسن البنا خلاها إخوان مسلمين عشان يبعد بعيد عن كلمة في الآخر إخوة. الفريم اتحط في جملة إخوان يبقى مسلمين. النهاردة هنوصل لحاجة يا أستاذة سارة، كلمة واحدة. اتفضل. أمرنا الآن سياسي، الوشاح الديني ده عشان إحنا ما نشوفش ونتوه فيه، ده سياسي.